بسم الله والله أكبر كبيرا وسبحانه بكرة وأصيل. واخشى يوما لا يجزي والد عن ولدي ولا مولود هو جاز عن والدي شيئا. وبعد تختم هذه الآية إن وعد الله حق، يعني يا ربي وعد وعد لا يخلف الميعاد. تو يقول لك راي مش نجازيك على الخير اللي قدمت، هذا ثابت. أما بالنسبة لعلاقتك بأخطائك يجب تكرم عليك، ولو تكون منافق تكرم عليك أن يغفر لك ذنوبه. كل طريقة تبديل الوجه مذكور في الآية 70 من سورة الفرقان دي السرمية. قل لكم زوروها كثيرا توتجعكم على محاسبة النفس والعودة إلى الله عودة مباركة. قلنا لكم لأن الإسلام قرين التفاؤل، كما قال قائدنا عليه الصلاة والسلام: تفاءلوا خيرا تجدوه، أي قدر على قدر نيتك على قدر نيتك. كان نيتك صحيحة فالله يحفظك أمالك وزيادة، وإذا كان نيتك غير ذلك أي قعب زي يقولوا فلا تلومن على نفسك. قدر أن من أحمد بالله والسلام بالتمام والكمال على أمة الإسلام.